على دنيا ولا على شيء من توابع الدنيا، إنما اجتمعنا لنذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا اجتماعنا نعقده عليه ونظل عليه وننصرف عليه ونلتقي عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، فما يخرج الإنسان من هذه المجالس إلا بحصيلة عظيمة. والله لو قورنت الدنيا بما فيها بمجلس من هذه المجالس واستشعر الإنسان هذه العظمة لما تخلى عن هذا المجلس وتخلى عن الدنيا وما فيها، لتخلى عن الدنيا وما فيها. لذلك نحافظ على بركة هذه الأوقات، وإن لم يمنعنا مانع علينا أن نكون أول الحاضرين وآخر المنصرفين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، على راحتك اطمئن، أنت في مجالس الاطمئنان، مجالس ذكر الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، عليك أن يطمئن القلب، فإذا اطمئن القلب اطمئنت الجوارح وسكنت.